اوكي، هلا حنشرح واحدة من اهم فوائد الـ VF Drive. اللي حنعمله انه حنشغل الموتور على Very Low Speed، شغلته هون على 94.7 اللي هي 10 السرعة النومينال. فالفريكونسي برضو نزل ل 10 5 هرتز، الـ MA برضو نزلت ل 10 اللي هي 0.1. شغلنا السيستم هون، نشوف على السكوب هاي الكرنتس، لاحظوا انه الكرنت قيمتها مرتفعة، بس الاهم من هيك انه التورك نيجاتيف او سلايتلي اباف زيرو. واللي عم بيصير انه السرعة تاعت السيستم اللي هي تحت اخر شيء بالنيجاتيف، يعني زي كأنه السيستم عم بيعمل درايفنج للموتور، يعني زي كأنه اللود عم يسحل من بالهويست او بالبكرة. فالحل لهاي الموضوع انه نعمل اشي اسمه بوستينج، يعني at this low frequency ما اخلي الـ MA 0.1. الـ MA زي ما حكينا هي لها علاقة بالفولتج، يعني الفولت line to line voltage هون 40 volts. يعني لو نخلي هون boost value نخليها 0.1 مثلا، هسا الـ MA حينزيد عليها 0.1 حتصير 0.2. حنشوف كيف الـ performance تاع السيستم حيصير. زي ما شايفين هون السيستم بسرعة وصل لل 1000 نيوتنز، واللود برضو شغال على السبيد المطلوبة. عشان نتأكد، هاي الروتور سبيد هون 87.7، احنا طالبين 94.7 which is close، وهيك السيستم رجع stable. السبب انه عملنا بوست، يعني هي at 5 هرتز المفروض ما يكولز 0.1، هلأ لما زدناها زيادة زيادة طفيفة صارت 0.2. هلأ من الأشياء اللي منحاول نعملها إنه نلاقي critical point لأنه درجة ممكن نزيد. عم نحاول هون نحط maximum modulation index، نعمل switching عليها ونشوف شو حيأثر هذا على الموضوع. اللي بيصير at high MA index حيصير في saturation بالموتور، وهذا حيأثر على الكرنت، حيبطلوا sinusoidal، فبالتالي التورك حيصير في fluctuations أعلى. مثلا لاحظوا هون التورك من 1025 ل 975 which is very accepted، بس الفلكشويشنز حتكون كثير عالية، حتكون 1500 ل 500 مثلا. فحنحاول نلاقي الكريتيكال بوينت. هلا من ناحية كيف عملنا البوستنج، لو نرجع لداتا شيت، هاي احدى الداتا شيت للفاريبل فريكوانسي درايفز. اللي بيصير هون احنا بنطلب من اليوزر يحط لو فريكوانسي معينه، يحط كم بده يرفعها. مثلا احنا هون حطينا، بنرجع للماتلاب، lowest frequency 5، البوست فاليو 0.1، يعني at 5 حيرفع 0.1، بس هو مش حيرفع قيمه 5 بس 0.1، حيرفع كل القيم. اللي عملناه برضو انه مو حيحط هون البوينت هاي ويرفعها هون، يعني ما حيدور حوالين البوينت هاي، اضفنا بوينت اخرى اسمها بيفت. نرجع هون، هاي في lowest frequency، في pivot frequency، وفي البوست فاليو. البيفت فريكونسي حطينا 25. ايش قصدنا بالبيفت؟ البيفت لو نفرض انه هاي ال 25 فاليو، هاي ال 25 هرتز هون corresponds to this point على الكيرف. اللي حيصير انه الكيرف حيلف حوالين البوينت هاي بدل ما انه يلف حوالين البوينت هاي. فالفريكوينسيز اللي فوق ال 25 هرتز ما حيتاثروا، حيضلهم نفس ال في اف ريشو، بينما اللي قبل حيتغيروا بحيث انهم ينزادوا كورسبوندنجلي بقيمه البوست اللي حطيناها. احنا رفعنا هاي 0.1 وال 25 اللي هي 0.5 الام اي حيضلوا مكانها، فحيصير الخط على الناحيه هاي.